وبعيدا عن مجال الصحة ننتقل إلى دبي، حيث تتواصل أشغال القمة الثامنة لمسؤولية مؤسسات اتجاه المجتمع التي تنظمها المؤسسة العالمية لبحوث الشرق الأوسط، الحاجة إلى وضع رؤية استراتيجية مشتركة للمؤسسات تجاه المجتمع كانت من أهم بنود القمة. بين القطاعين الحكومي والخاص تحديات وحقائق في مجال مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع، مسؤولية أصبحت في زمن المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة ليست واجبا حكوميا فحسب، إنما هي تنبع من داخل كل شركة. ابتداء من الأزمة الاقتصادية في 2008 من الضروري أن تتحمل المؤسسات عبء هذه الأزمة، ولا مش بس الحكومات. المجتمع هو ثلاث فئات، هو المجتمع يلي بيشتغل عنا بالمؤسسة، يعني الناس اللي بيشتغلوا لنا، هو البيئة يلي نحنا بنأثر عليها، وهي المجتمعات اللي بنعيش فيها واللي بنعمل فيها. القمة الثامنة لمسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع التي تنظمها المؤسسة العالمية للبحوث تعد المنفردة إقليميا، فيها يقطع أصحاب مؤسسات فاعلة على أنفسهم عهدا بالنمو المستدام من خلال استثمار حجر الزاوية فيه قائم على نجاح الشركة ماليا ويرتبط بمسؤولياتهم تجاه المجتمع والبيئة. استطلاع أجرته المؤسسة الاستشارية للاستدامة أشار إلى أن 70% من المستطلعين رأوا أن مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع يمكن أن تستقطب أسواقا جديدة وتزيد حصة السوق. مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات تضمن ورشات عمل للراغبين في توسيع مهاراتهم في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات واستقطاب شراكة رفيعة المستوى. هنكل حققت مجموعة من التحالفات القوية لخدمة المجتمع، تحالفات مع الموردين، تحالفات مع العملاء، تحالفات مع المستهلكين، وتقديم منتجات ذات صفة صديقة للبيئة. دعوة شركات القطاع الخاص للانخراط في تحمل المسؤولية الاجتماعية ليست جديدة، فقد تكررت هذه الدعوات عربيا مرارا خلال السنوات الماضية وتجاوبت معها القليل من الشركات. من 10 سنوات لما كنا بنذهب إلى مناطق الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو مناطق نزاع مسلحة، كان من النادر أنك تجد مؤسسات قطاع خاص بتعمل في الميدان. الآن نأخذ مثلا على سبيل المثال ليبيا، في الفترة الأخيرة أنا قضيت أسابيع في المنطقة الحدودية ما بين مصر وليبيا، وبعدين كنت أباشر عمل الأمم المتحدة من داخل ليبيا. اللي لاحظته أن دور مؤسسات القطاع الخاص أصبح ظاهر وكبير. مفهوم مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع لا يزال بحاجة إلى مزيد من الترسيخ من أجل تحقيق التوازن المستدام تبعا لأهداف ومنطق الشركة وخططها الاستراتيجية. أكون معكم بعد